يقول سراج الموسيقى السعودية الأستاذ سراج عمر رحمة الله عليه: بصراحة أقول إن الشاعر اللبناني الأستاذ سعيد فياض كاتب نص بلادي بلادي منار الهدى كان صادق في اللي كتبه، والصدق في التعبير عن الوطن إحساس. يقول إنه قابل الكاتب كاتب النص في مكتب سمو الأمير الشاعر محمد العبد الله الفيصل لأول مرة في البلد في جدة عام 1395 هجرية. وكان في هذه اللحظة سراج عمر مع الأمير محمد العبد الله الفيصل في بينهم تعاون بخصوص أغنية حينتجوها مع عبد الحليم حافظ رحمة الله عليه، اللي هي أغنية أنادي، لكن ما صارت طلعت لطلال مداح رحمة الله عليه. المهم يقول كان الأستاذ سعيد فياض كان جالس معانا وقال يا ابني، يقول لسراج عمر، يقول له يا ابني أنا عندي نص وطني ينفع أنه يكون أغنية وطنية، وعندي إحساس إنها إذا تغنت راح يكون لها شأن. وقام وراح جاب النص وأعطاني هو. سراج عمر يقول هذا الكلام، يقول في هذيك الفترة وفترة ما كان النص موجود معايا صارت حادثة استشهاد جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه. يقول سراج عمر كنت في حالة نفسية سيئة جدا، وكنت بعد يعني كانت بعد وفاة الملك فيصل، يقول فرغت كل الأحاسيس اللي فيها في هذا النص اللي هو بلادي منار الهدى، وطلعت هذه الأغنية لكل الناس، أذيعت بين الناس للمرة الأولى في مناسبة اليوم الوطني، وبعدين صارت تعرض وتذاع باستمرار وتفاعل معها الجمهور بشكل جدا كبير، وكانت راح تقرر كنشيد وطني للمملكة قبل كتابة واعتماد سارعي للمجد والعلياء.